بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد بركات، هشرح مادة التسويق الاستراتيجي المقررة على طلاب نظام الساعات المعتمدة باللغة العربية المستوى الثالث تخصص تسويق الفصل الدراسي الثاني. وهبدأ إن شاء الله بالموضوع الأول بعنوان إدارة الجودة في المنظمة. هنا بنشوف السؤال الأول، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. السؤال الأول، عبارة صح أو غلط، بتقول يجب على إدارة المنظمة أن تركز اهتمامها فقط على ولاء العميل. طبعا العبارة خطأ. توضيح هذا الموضوع، بنقول إن احنا في التسويق في عندنا هدفين أساسيين للشركات. الهدف الأول اللي هو تحقيق رضا العميل، والهدف الثاني هو تحقيق ولاء العميل أو استمرار تعامل العميل مع المنظمة. طيب، ومن المعروف أن رضا العميل عن منتج المنظمة بيؤدي إلى ولاء العميل لمنتج المنظمة واستمرار العميل في شراء منتج المنظمة. بنقول بتتجه بعض الشركات أو تتجه الشركة المحتكرة. يعني إيه شركة محتكرة؟ يعني الشركة الوحيدة اللي بتقدم المنتج. يعني الشركة المحتكرة هي الشركة الوحيدة اللي بتقدم المنتج. تتجه الشركة المحتكرة إلى تركيز اهتمامها على الولاء فقط، على أساس ضمان تعامل العميل معها والشراء منها لعدم وجود بدائل أخرى. لكن هذا الوضع قد لا يدوم طويلا، فمع دخول منظمات أو شركات منافسة أخرى تقدم منتجات أفضل من منتج الشركة المحتكرة، يتحول العملاء غير الراضين عن منتج الشركة إلى التعامل مع هذه الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض النصيب السوقي للشركة ويهدد بقاؤها واستمرارها في السوق أو في دنيا الأعمال. لذا يجب على إدارة المنظمة أو الشركة أن تركز اهتمامها على تحقيق كل من رضاء العميل وولاء العميل، وألا تركز اهتمامها على ولاء العميل فقط. السؤال الثاني، يقتصر مفهوم الجودة على توقعات العميل عن أداء المنتج فقط. طبعا العبارة إيه؟ خطأ. الإجابة بتقول إن يشير مفهوم الجودة إلى درجة تطابق الأداء المدرك أو الفعلي للمنتج مع الأداء المتوقع للمنتج. هذا يعني أن مفهوم الجودة يشمل إدراكات العملاء للمنتج وتوقعات العملاء عن المنتج. السؤال الثالث بيقول، يتكون شعور الرضاء لدى العميل عندما يكون الأداء المدرك أو الفعلي للمنتج أقل من الأداء المتوقع للمنتج. طبعا العبارة خطأ. بنقول هنا الإجابة، يتكون شعور الرضاء لدى العميل عندما يكون الأداء المدرك للمنتج مساوي للأداء المتوقع للمنتج، ويتكون شعور عدم الرضاء لدى العميل عندما يكون الأداء المدرك للمنتج أقل من الأداء المتوقع للمنتج. من ناحية تانية، إذا كان الأداء المدرك للمنتج أكبر من الأداء المتوقع للمنتج، فهنا يتكون شعور السعادة بالمنتج لدى العميل، والسعادة هي أعلى درجات الرضا. السؤال الرابع بيقول، لا يوجد اختلاف بين أبعاد جودة السلع وأبعاد جودة الخدمات. طبعا العبارة خطأ. فبنقول الإجابة، يوجد اختلاف واضح بين أبعاد جودة السلع وأبعاد جودة الخدمات، فتشمل أبعاد جودة السلع الخصائص الأولية والخصائص الثانوية للسلعة، ودرجة تعمير السلعة، ودرجة تعطل السلعة، وقابلية السلعة للإصلاح، وشكل السلعة العام. بينما تشمل أبعاد جودة الخدمات الإجمالية كل من الجودة الفنية أو جودة الخدمة النهائية، والجودة الوظيفية أو جودة تعامل موظفي الخدمة مع العميل أو العملاء، والصورة الذهنية للمنظمة اللي هي بتبقى محصلة كل من الجودة الفنية والجودة الوظيفية. في حين تشمل أبعاد جودة الخدمات التفصيلية كل من الاستجابة، والاستجابة معناها استجابة إدارة المنظمة لاحتياجات وشكاوى العملاء،
وفي البعد الثاني اللي هو الفورية، معناه سرعة حصول العميل على الخدمة. البعد الثالث اللي هو الثقة، يعني وفاء المنظمة بالوعود التي تقدمها إلى العملاء. البعد اللي هو الأمان، طبعا مقصود به الأمان المادي والأمان المالي. في بعد الكفاءة اللي هي كفاءة العاملين في أداء العمل وفي تقديم الخدمة للعملاء. في بعد كده الكياسة اللي هي أدب واحترام العاملين في التعامل مع العملاء. في بعد كده الجوانب الملموسة مثل مظهر العاملين والتصميم الداخلي والخارجي للمنظمة. في آخر بعد اللي هو الاعتمادية، ومعناه إمكانية اعتماد العميل على منظمة الخدمة في الحصول على الخدمة بالشكل المناسب. نيجي عندنا للسؤال الخامس، بيقول تتكون الأبعاد التفصيلية لجودة الخدمات من 3 أبعاد أساسية فقط. طبعا العبارة هنا خطأ. الإجابة بتقول تتكون الأبعاد الإجمالية لجودة الخدمات من 3 أبعاد أساسية، هي الجودة الفنية والجودة الوظيفية والصورة الذهنية للمنظمة. وتتكون الأبعاد التفصيلية لجودة الخدمات من 8 أبعاد أساسية، هي الاستجابة والفورية والثقة والأمان والكفاءة والكياسة والجوانب الملموسة والاعتمادية. عندنا السؤال السادس، لا يحقق تحسين جودة المنتج أي نتائج إيجابية للمنظمة. طبعا العبارة خطأ. هنا الإجابة بتقول إن تحسين جودة المنتج يؤدي إلى زيادة جودة المنتج المدركة. وطبعا جودة المنتج المدركة اللي هي تقييم العميل لجودة المنتج وزيادة رضا العميل، مما يؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤدي زيادة جودة المنتج المدركة ورضا العميل إلى زيادة الاتصالات الشفهية الإيجابية بين العملاء. وطبعا كلمة الاتصالات الشفهية الإيجابية بين العملاء معناها إن العميل اللي اشترى المنتج واستخدمه ولقى إن هو كويس وأداؤه جيد، فبيوصي بيه للعميل اللي لسه ما اشتراهوش، وبيقول له يعني إيه لو فكرت تشتري اشتري هذا المنتج. طبعا العميل اللي لسه ما اشتراش المنتج قد يكون صديق أو جار أو قريب للعميل اللي اشترى المنتج. بعد كده ده بيؤدي إلى يعني زيادة الاتصالات الشفهية الإيجابية بين العملاء، تؤدي إلى جذب العملاء الجدد. وبعد كده بنقول يؤدي كل من الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب العملاء الجدد إلى زيادة مبيعات المنظمة ونصيبها السوقي، وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها التنافسية. بنقول السؤال السابع، عند تقديم الخدمة إلى العميل توجد 5 فجوات محتملة يمكن أن تحدث. طبعا العبارة صح. هنا بنشوف الإجابة اللي هي الفجوات المحتملة الحدوث عند تقديم الخدمة، هم 5 فجوات. الفجوة الأولى اللي هي الفجوة بين توقعات العميل وإدراك الإدارة لتلك التوقعات. توقعات العميل يعني احتياجات العميل، توقعات العميل يعني احتياجات العميل. يبقى الفجوة بين توقعات العميل وإدراك الإدارة لتلك التوقعات، يعني فهم الإدارة، فهم ومعرفة الإدارة أو معرفة وفهم الإدارة لهذه التوقعات أو هذه الاحتياجات. والفجوة دي بترجع إلى عدم اهتمام الإدارة بمعرفة احتياجات العميل. نيجي بعد كده للفجوة التانية اللي هي الفجوة بين إدراك الإدارة للتوقعات ومواصفات جودة الخدمة الموضوعة أو المكتوبة. طبعا هنا الفجوة التانية بترجع إلى عدم وجود برامج رسمية لإدارة الجودة. الفجوة التالتة اللي هي الفجوة بين مواصفات جودة الخدمة الموضوعة أو المكتوبة والخدمة المقدمة بالفعل. الفجوة دي أو الفجوة التالتة دي بترجع إلى عدم كفاءة العاملين وعدم ملائمة التكنولوجيا المستخدمة. نيجي بعد كده للفجوة الرابعة اللي هي الفجوة بين الخدمة المقدمة بالفعل والخدمة المعلن عنها. والفجوة دي بترجع إلى عدم دراية موظفي الخدمة بمحتوى إعلانات المنظمة. نيجي بعد كده الفجوة الأخيرة أو الفجوة الخامسة اللي هي الفجوة بين الخدمة المدركة والخدمة المتوقعة، ودي بترجع إلى أحد أو بعض أو كل الفجوات الأربعة السابقة.
نيجي هنا للسؤال الثامن، يوجد مقياس واحد فقط لقياس جودة الخدمة؟ طبعا هنا العبارة خطأ. الإجابة بتقول إن توجد أربع مقاييس أساسية لقياس جودة الخدمة، هي 1 مقياس الأداء المدرك، 2 مقياس الفجوة أو الفرق بين الأداء المدرك والأداء المتوقع، المقياس الثالث اللي هو مقياس رضا العميل، المقياس الرابع اللي هو مقياس شكاوى العميل. بالنسبة مقياس الأداء المدرك، أنا بعتمد على قياس درجة توافر كل بعد من أبعاد جودة الخدمة. عندنا طبعا في أي مقياس في عندنا حاجة اسمها بنود للمقياس وعندنا درجات للمقياس. عندنا بنود المقياس اللي هي أبعاد جودة الخدمة، بنود المقياس اللي هي أبعاد جودة الخدمة زي سرعة حصول العميل على الخدمة، أدب واحترام موظف الخدمة في التعامل مع العملاء، استجابة إدارة المنظمة لاحتياجات العملاء، الثقة في الوعود التي تقدمها المنظمة إلى العملاء، وكفاءة العاملين في أداء الخدمة. في هنا دي بنسميها أبعاد جودة الخدمة أو بنود المقياس، أبعاد جودة الخدمة أو بنود المقياس. في بقى حاجة اسمها درجات المقياس. درجات المقياس عندنا مثلا في حالة مقياس الأداء المدرك، درجات المقياس عندنا في طبعا درجة الأداء، الدرجة الأولى اللي هي غير متوافر على الإطلاق، 1 يعني كل البعد بتاع جودة الخدمة ده ممكن يكون غير متوافر على الإطلاق، ده الدرجة دي تقييم، ده تقييم العميل، فممكن يديله درجة 1 غير متوافر على الإطلاق، ممكن يديله درجة 2 اللي هي غير متوافر، درجة 3 محايد أو لا أعرف، في درجة 4 اللي هي متوافر، درجة 5 متوافر تماما. طيب هنا بعد كده بنشوف المقياس الثاني أو بنسميه مقياس الفجوة أو الفرق بين الأداء المدرك والأداء المتوقع. طبعا هنا بردك عندنا بنود للمقياس ودرجات للمقياس. بالنسبة لبنود المقياس اللي هي أبعاد جودة الخدمة زي ما قلنا عليها قبل كده، درجات المقياس بقى في عندنا هنا الأداء المدرك بيكون ليه مقياس أو درجات، الأداء المدرك ليه درجات والأداء المتوقع ليه درجات. فالأداء المدرك درجاته هي غير متوافر تماما 1، غير متوافر 2، محايد أو لا أعرف 3، متوافر 4، متوافر تماما 5. بالنسبة للأداء المتوقع في درجاته بقى أول درجة اللي هي غير هام على الإطلاق 1، غير هام 2، محايد أو لا أعرف 3، هام 4، هام جدا 5. طبعا هنا المقياس ده أو بيعتمد على أن أنا بشوف الفرق بين الأداء المدرك والأداء المتوقع. فعلى سبيل المثال أن أنا لو عندي هنا بالنسبة للتصميم الداخلي والخارجي للمنظمة، لو العميل قال أن هو متوافر أو الأداء المدرك أن هو متوافر بدرجة 4 كويس، بينما الأداء المتوقع عنده هو هنا قيم التصميم الداخلي والخارجي، الأداء المتوقع بالنسبة له كان 2 أو غير هام. فطبعا هنا بنشوف الفرق ما بين الأداء المدرك والأداء المتوقع، إن هنا عندنا المتوافر 4 وغير هام 2، يبقى هنا 4 ناقص 2 تبقى تساوي 2 أو زائد 2، 4 ناقص 2 هتساوي موجب 2. معنى كده إن هنا في فجوة، فجوة إيجابية، ودي بتدل على إن في دي نقطة قوة في أداء الخدمة. طيب نشوف بقى حالة تانية برضك اللي هي بنقول برضك بالنسبة لسرعة حصول العميل على الخدمة، سرعة حصول العميل على الخدمة، فممكن يكون هنا الأداء اللي هو المدرك 2 يعني غير متوافر، والأداء المتوقع 5 هام جدا 5 اللي هي دي الأداء المتوقع. فهنا بنشوف برضك الفرق ما بين الأداء المدرك والأداء المتوقع. لو طرحنا اللي هي 2 اللي هي غير متوافر ناقص 5 اللي هي هام جدا، هيطلع الفرق كام؟ 2 ناقص 5 هيطلع ناقص 3. دي بنسميها فجوة سلبية، يعني نقاط ضعف، في نقطة ضعف في أداء الخدمة، اللي هي طبعا هي سرعة حصول العميل على الخدمة. هنا تعتبر ايه، في هنا نقطة ضعف محتاجين نحسن من هذه الايه السرعة يعني. طب في بعد كده يعني نقدر نقول هنا استنتج حاجة، ان الفجوات الايجابية دي بتعبر على نقاط القوة في اداء الخدمة، والفجوات السلبية بتعبر عن نقاط الضعف في اداء الخدمة. كذلك الفجوات الصفرية، يعني مثلا عندنا لو مثلا سرعة الحصول على العميل على الخدمة بتساوي 4 متوافر بدرجة 4 والأداء المتوقع هام بدرجة 4، معنى كده 4 ناقص 4 هتساوي ايه؟ 0. دي برضه بتعبر عن نقطة قوة في أداء الخدمة. فنقول نقاط القوة في أداء الخدمة عندما تتحقق الفجوات الإيجابية
او الموجبة والفجوات الصفرية، بينما نقاط الضعف بتتحقق او في حالة اللي هي الفجوات السلبية او الفجوات السالبة. نيجي بعد كده للمقياس اللي هو الثالث، اللي هو مقياس رضا العميل. وطبعا عندنا برضك بيبقى فيه بنود للمقياس اللي هي ابعاد جودة الخدمة، وفي عندنا درجات للمقياس اللي هي في عندنا غير راضي تماما 1، غير راضي 2، محايد او لا اعرف 3، راضي 4، راضي تماما 5. نيجي بعد كده للمقياس الاخير اللي هو مقياس شكاوى العميل، والمقياس ده بيعتمد على استلام الشكاوى المقدمة من العملاء وفحصها ودراستها والعمل على الاستجابة لها من خلال حل مشكلات العملاء اصحاب الشكاوى. نيجي عندنا هنا للسؤال التاسع، يرتكز تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة، ودي طبعا ترجمة لكلمة Total Quality Management اللي هي إدارة الجودة الشاملة، Total Quality Management، في المنظمة، تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في المنظمة على 4 محاور رئيسية. طبعا العبارة صح، بنشوف المحاور الأربعة لتطبيق فلسفة أو منهج إدارة الجودة الشاملة. المحور الأول اللي هو تخطيط الجودة، ومعناه وضع مواصفات المنتج. المحور الثاني تنفيذ الجودة، ومعناه إنتاج المنتج وفقا للمواصفات الموضوعة. المحور الثالث اللي هو الرقابة على الجودة، معناها تحديد نواحي القوة ونواحي الضعف في المنتج المقدم. المحور الرابع والأخير اللي هو التحسين المستمر في الجودة، وهو علاج أوجه الضعف في المنتج المقدم وتطويره وتحسينه. هنا بننتقل إلى السؤال الثاني اللي هو الاختيار من متعدد. السؤال بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المتاحة. العبارة الأولى، درجة تطابق الأداء المدرك للمنتج مع أدائه المتوقع هي مفهوم، عندنا ألف رضا العميل، ب ولاء العميل، جيم جودة المنتج، دال إدارة الجودة الشاملة. طبعا الإجابة الصحيحة هي جيم، لها جودة المنتج. عندنا العبارة الثانية، نقط هي جودة تعامل موظفي الخدمة مع العملاء. عندنا في الاختيار الأول ألف اللي هو الجودة الفنية، ب الصورة الذهنية، جيم جودة الخدمة، دال الجودة الوظيفية. طبعا الإجابة الصحيحة هي دال الجودة الوظيفية. العبارة الثالثة، نقط هو مقياس يعتمد على حساب الفرق بين الأداء المدرك للمنتج وأداء المتوقع. الاختيار ألف أو الأول ألف مقياس الأداء الفعلي، اختيار الثاني ب مقياس الفجوة، الاختيار الثالث جيم اللي هو مقياس شكاوى العميل، الاختيار الرابع دال مقياس رضا العميل. طبعا الإجابة الصحيحة هي ب اللي هي مقياس الفجوة. بنشوف العبارة الرابعة، نقط هي الفجوة بين توقعات العملاء وإدراك إدارة المنظمة وإدراك إدارة منظمة الخدمة لتلك التوقعات. عندنا طبعا ألف الفجوة الأولى في نموذج جودة الخدمة، ب الفجوة الثانية في نموذج جودة الخدمة، جيم الفجوة الثالثة في نموذج جودة الخدمة، دال الفجوة الرابعة في نموذج جودة الخدمة. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف الفجوة الأولى في نموذج جودة الخدمة. نشوف هنا السؤال الثالث اللي هو الأسئلة أو السؤال المقالي أو الأسئلة المقالية. السؤال الأول، قارن بين أبعاد جودة السلع وأبعاد جودة الخدمات. السؤال الثاني، تكلم باختصار عن مقاييس جودة الخدمات. السؤال الثالث، اشرح باختصار الفجوات الخمسة المحتملة في نموذج جودة الخدمة. طبعا الإجابة عن هذه الأسئلة هنرجع إلى التعليقات الخاصة بالعبارات اللي هي تناولت أبعاد جودة السلع وأبعاد جودة الخدمات ومقاييس جودة الخدمات والفجوات الخمسة المحتملة في نموذج جودة الخدمة. وبكده نكون انتهينا من شرح موضوع إدارة الجودة في المنظمة.